ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين واش نتوما مع العودة ديال لاعب حمد الله المنتخب الوطني المغربي. لا بغيتو تعرفوا اشنو قالوا اجيو معنا. بالنسبة للمنتخب الوطني ما كيوقفش على شي لعاب، وحمد الله انه لعاب اناني ولعاب لانه كيحب داك كيبغي يتيري الكوفرون، كيجي يتيري بيلانتيات، كيبغي يحيد اللعاب. نورمالمون المدرب قبل ما كيدخلوا اللعابه كيدخلوا للتيران كيعطي شكون هو اللاعب اللي غيكون الكابيتان، شكون هو اللاعب اللي غيتيري بيلانتيات الاول الثاني الثالث، شكون اللي غيتيري الكوفره، شكون غيتيري الكورنين. بالنسبه ليا اللاعب حمد الله المنتخب الوطني ما كيوقفش على حمد الله، والمنتخب الوطني كبير على حمد الله. تلبيه الواجب الوطني كيكون حب القميص، ماشي انه نجي باش نلعب باش انني. اصلا الدوري السعودي انه بالنسبه للدوري الاوروبي ضعيف جدا، فهمتي. اللعاب كنفضل انا اللعابه اللي كيجيو من طاليان، اللعابه كيجيو من سبليون، حسن لينا من حمد الله. حمد الله ما كيدير حتى شي اضافه في المنتخب الوطني. وبالنسبه للعوده ديال حمد الله المنتخب، عند اسباب كثيره ومشاكل كثيره، كنتمنوا من الجميع ولا المدرب يعطيونا واحد التفسير علاش ما كاينش. واش اسباب انضباطيات في اللاعب غير منضبط، ولا غير اختيارات ديال المدرب؟ الا كانت اختيارات ديال المدرب راه نكونوا متفقين معاه، ولكن اسباب انضباطيه راه عارف الجمهور المغربي اش كاين، ما يخليوش الجمهور المغربي ما عارفش اشنو كاين. حيت كيقول عنده مشكل مع اللعابه، عنده كذا، خاص يكون تفسير باش نحسموا في هذا الامر هذا. وانت بكل التواضع كتشوف بلاصتو كاينه في المنتخب؟ بكل صراحه الارقام ديالو كتحدث عليه، فهمتي. الحمد لله لاعب كبير، قدم مستويات واعره بزاف في الدوري السعودي، حتى في الدوري المغربي كان 15 دوره كان هو الهداف، كون كمل كون راه حطم رقم قياسي في البطوله. وكنت كنشوف انه حاليا ما كاينش يتعود حسن منه في المنتخب الوطني. واش بغيت تقول للناس المسؤولين ديال الجامعه؟ ولكن ما نقول لهم، هو غير وضحوا لنا وفسروا لنا شنو كاين باش الجمهور المغربي يعرف شنو كاين. انا ما كيبانش لي شي كوايري زعما نيت شي فنان، ماشي شي تكنيسيان، حيت حنا بكري دوزنا لي تكنيسيان بحال الشكل ديال مستودع، بحال الشكل ديال بصير، عمر نجاري، بن عبيشه، هادو كاع كل مزياش براسه، ولا ما كيبانش ليا. اقسم لك بايات الرحمن اللي ما يوصلش لهم الدفار ديالهم، بحال داك مستودع غيعرفوا شي واحد، داز شي واحد بحاله، ما كاينش حتى في فرنسا، ما كاينش بحاله. فرنسا ما كاينش بحاله، واليومين هذا ما كاينش بحاله. هاد اللعابه ديال المنتخب ما كيبان حتى شي واحد. اكيد تساطحوا. تساطحوا، اقسم بالله الا كيتساطحوا بالله صحة. جري عليا نجري عليك، ما كاينش شي كويري شي فنان شي رقيقي، ما كاينش. كاين على لونطريما فيق بكري العصير وشي كوره حتى في النيت ما كايناش. وتعطيتيهم العصير بكل تواضع. هما كيعطيوهم العصير على ظهر الشعب. تحياتي. والله العظيم ما يعرفوا حتى يبوقلوها، والله ما كيعرفوا يشدوها بالله بالحلو. اللعابه اللي قلت لك قبيله هما اللي كاينين صافي. ودابا واش انت مع رجوع حمد الله ولا لا؟ ارجع عمير، وانا بعدا والله ما بقيت كنتفرج فيهم يمينا، حلفت انا بالله كاع كنضيعوا الوقت. كاين شي ماتش ديال البارسا ولا ديال باير ولا ديال شي فرقه مزيانه. المنتخب الروح الوطنيه هذه. شوف انا تا كيساليو كيقول لي تعادل، تنقول له مرحبا. كتعرف النتيجه حيت ما بقاوش مقنعيني. واخا هكاك ما جيب هذا من هنا، جيب هذا من اللي ما كيفهم، ولعاب من المانيا واحد من الطاليان وشي ما كيتلاقاوش على مره في العام. حتى كيفاش بغيتي ما يعطوك الفرقه؟ الفرقه ديال الدرب احسن منهم الصراحه. الحمد لله لاعب ممتاز وهداف وعندو القنص في الشباك، خاصو صراحه الله. كنتمنوا كيف بغى الجمهور المغربي، بغينا نشوفوا ان شاء الله في كوب دي موند ويعطي الاهداف جميله ان شاء الله. انا فرحان بالرجوع ديال عوده حمد الله للمنتخب الوطني. وشنو السبب اللي ما خلاش حمد الله يرجع للمنتخب في نظرك؟ خصنا نعرفوا السبب علاش حمد الله خلى كاس افريقيا ومشى. هذا هو السبب اللي ما عرفناش علاش مشى. وخص يكون لاعب ملتزم، يكون لاعب خلوق، يكون لاعب كيبغي حب الوطن والقميص كما المغاربه دابا كلنا كناديو عليه. خصو يحس بديك الرايه وداك النشيد الوطني، حيت راه ماشي ساهله تحمل القميص الوطني والنشيد الوطني في بلاد اوروبيه ولا في بلاد اجنبيه. خصو يكون عنده الروح الوطنيه. رسالتك للمسؤولين ديال الجامعه؟ المسؤولين ديال الجامعه خصهم يخليو الكراكي يدير خدمته، وراه المنتخب غادي يكون مزيان، وغنلعبوا على الدور الثاني والثالث، والا ما مشيو للفينار ما كرهناش بكل تواضع. ماشي على العوده 90% انا بغيتو يكون اصاحبي. واش كاين شي هداف بحالو؟ بقاو تسناو نصير سميو ديك الدربية في راسو ولا كنشوفو دابا حنا الطاليان. دابا الطاليان باولو روزي خرجوه من السجن ودخل لعب وداو كاس العالم وداه هداف. كولومبيا واحد خرجوه من الحبس باش يلعب،
حنا هاد القجاع الله يهديه صافي. المهم راه خصو يرجع هذاك عليهم ولي هداف صراحه، كل صراحه يعني ما كاينش خو هنا. ايوا ما كاينش واضح ديما كتشوف ديما كاين ماركي ديما هادي ولا عبد ابو سونتر. المهم الكره الميته كيتبعها الصراحه، ما كاينش خو صراحه. حنا مع خصو يكون الصراحه. انت مع الرجوع ديالك؟ مع الرجوع ديالي كل حدا الرحيمي تا هو. شنو الرحيمي هذا؟ شوف هذا سمو الكراكي، شوف بحال بحال الرحيمي راه كاينه بلاصتو. شنو عارف هاد السيمانه الاخرى كيدير ماركا سجل بيوت وعطى شي بيوتها. كاين لعابه خص المهم راه ما بقى والو دابا. المهم دابا راه كانت شي حاجه محسوبه على الركراكي. ورسالتك للمسؤولين ديال الجامعه؟ والجامعه الله يهدي ماش من الجامعه، راه الجامعه ما الجامعه لا علاقه بالرياضه. بلا نذكروا على الجامعه نذكروا شكون اخر فهمتي.